وعند ندائك نلبي أجل. بالفعل أيها المشاهدون الكرام، نحييكم في هذه الحلقة الخاصة بالذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني، التي تتضمن تغطية حية ومباشرة لكل فعاليات الاحتفال بالذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني عبر طاقم صحفي سيواكبكم من مختلف ولايات نواكشوط لوضعكم في الصورة الحقيقية لهذا المشهد الوطني الكبير الذي تعيشه موريتانيا اليوم في هذا اليوم الاستثنائي في تاريخ موريتانيا. طبعا كنا قبل قليل مع فعاليات رفع العلم الوطني في ولاية نواكشوط الشمالية التي يوجد بها موفدنا إلى هناك الزميل محمد لمين بطبيعة الحال، والذي سيكون في مواكبة كل فعاليات الاحتفال بذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني في ولاية نواكشوط الشمالية مباشرة على قناة الساحل، التي نحاول دائما من خلالها أن نجعل الصورة أقرب إلى المشاهد الكريم، خاصة في هذا الحدث الاستثنائي الذي تعيش فيه موريتانيا أفراح استقلالها للمرة 64. بطبيعة الحال سأحاول أن أربط الاتصال بزميل محمد لمين لمعرفة المستجدات على مستوى رفع العلم في ولاية نواكشوط، بعد طبعا رفع العلم في ولاية نواكشوط الشمالية وما يعني اكتنف ذلك من فعاليات شهدتها ولاية نواكشوط الشمالية في إطار احتفالها بذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني. أحاول أن أتواصل مع الزميل محمد لمين إذا كان يسمعني. محمد لمين، إذن سنعاود الاتصال ريثما يجهز زميل محمد لمين. وأذكر بأنه سنكون في تغطية حية ومباشرة لكل فعاليات الذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني عبر طاقمنا طاقم قناة الساحل. محمد لمين تسمعني؟ محمد لمين تسمعني؟ إذا نشاهد الآن على الشاشة رفع العلم الوطني 64 لعيد الاستقلال الوطني. هذه هي الذكرى التي تعيش على وقعها موريتانيا اليوم في ظل استحضار الأمجاد التاريخية التي خلفها الآباء والأجداد الذين سطروا بدمائهم الزكية مسيرة بطولية وملاحم بطولية في إطار تحقيق الاستقلال للوطن. طبعا هذه الذكرى أيضا التي ترتبط بوجدان المواطن الموريتاني سواء كان هنا في الداخل في موريتانيا أو في الخارج، والتي تشكل بالنسبة له ميلاد أمة، وتشكل بالنسبة له أيضا ميلاد وطن ارتبط به ويلتحف سماءه ويفترش أرضه، هذا الوطن الغالي الذي نعيش على أديمه. سنربط الاتصال الآن بزميل محمد لمين من ولاية نواكشوط الشمالية في إطار مواكبتنا لفعاليات الاحتفال بذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني. محمد لمين صباح الخير. مرحبا لحسن، صباح الخير، عيدك سعيد صديقي. عيد سعيد علينا وعليك وعلى الشعب الموريتاني بأكمله. محمد لمين، لو تضعنا في الصورة الحقيقية يعني فعاليات رفع العلم الوطني في ولاية نواكشوط الشمالية وما اكتنف ذلك من فعاليات احتفاء بهذه الذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني. نعم الزميل الحسن، هذه اللحظات قبل دقائق انتهت مراسم رفع العلم الوطني احتفاء بذكرى 64 لعيد الاستقلال المجيد في ولاية نواكشوط الشمالية وتحديدا في عاصمة الولاية جنين. هذا الحفل الذي رفع فيه العلم الوطني حضرته شخصيات إدارية كبيرة وقيادات عسكرية وأمنية، من أبرزها حاكم مقاطعة جنين ووالي الولاية والعمدة
السكان والمقاطعة والمواطنون الذين تدفقوا بشكل كبير على هذا الحدث الكبير الذي يمثل الكثير بالنسبة لهم. طبعا الجميع هنا يعيش أجواء جميلة تحت أنغام النشيد الوطني وتحت أغاني الاستقلال المعهودة، الكل فرح بدخول ذكرى 64 لعيد الاستقلال المجيد. قبل لحظات كما قلت لك انتهت مراسم رفع العلم الوطني في ظل هذا الحضور الكبير. طبعا تتواصل فعاليات هذا الحفل الذي ستتخلله كلمات وخطابات لشخصيات الحاضرة. جيد محمد الأمين، مظاهر الفرح هناك في ولاية نواكشوط الشمالية، ما طبيعة مظاهر الفرح التي رصدتها عدسة قناة الساحل في إطار مواكبتها للاحتفاء بذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني هناك؟ طبعا زميلي لعل من ابرز مظاهر الفرح هو حضور الاطفال الذين جاءوا من كل مكان من الولايه الشماليه من اجل مواكبه رفع العلم الوطني والاحتفاء بذكرى عيد الاستقلال المجيد. كما تشاهد امامك على الصوره الاطفال والنساء والشيوخ، الجميع اتى هنا الى مقاطعه تجن من اجل الاحتفال رفقه العناصر الامنيه والعسكريه بعيد الاستقلال المجيد. طبعا هذه ذكرى تمثل الكثير بالنسبه الينا اذ نستحضر فيها مقاومه كبيره ودماء أبطال موريتانيين ضحوا بدمائهم الزكية من أجل استقلال هذا البلد ومن أجل رفع علمه ومن أجل الدولة واللغة والدين. طبعا هذه المقاومة كما تعرفون زميلي لم تكن مقاومة عسكرية فقط بل ثقافية ودينية، لذلك كان للمواطن دور كبير أيضا في المقاومة مثل العناصر العسكرية. طبعا لعل أيضا من أبرز مظاهر الفرح الحضور الكبير، الناس الذين استيقظوا صباح اليوم في ساعات مبكرة من أجل التحضير للاحتفال برفع العلم الوطني في الذكرى 64 لعيد الاستقلال المجيد. طبعا قناة الساحل واكبت هذه الاحتفالات وأخذت لقطات جميلة تظهر معاني المحبة للوطن ومعاني الإباء والشرف والبذل من أجل التضحية من أجل موريتانيا. محمد الأمين طبعا ستبقى معنا في إطار التغطية الحية والمباشرة لفعاليات رفع العلم الوطني وأيضا فعاليات الاحتفال بذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني. منك أتحول إلى أحد الزملاء أيضا في إطار رصدنا المباشر، أو تبقى معي محمد الأمين إلى حين يجهز الزميل ربما عبد الله. على كل حال تبقى معي محمد الأمين. فقط أذكر المشاهد الكريم بأن هذه التغطية الحية والمباشرة تشاهدونها الآن على قناة الساحل في هذا البرنامج الخاص بذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني، هذا العيد الذي اليوم يعني تعيش موريتانيا على وقعه، وهذه الذكرى التي تمثل الكثير بالنسبة للموريتانيين خاصة بأنها تمثل عيد الحرية والانعتاق وعيد تخليد الوطن وأيضا عيد ميلاد هذا الوطن الغالي. لعل أحد الزملاء يكون جاهزا، إذا كان جاهزا نربط الاتصال به. طبعا نشاهد على الصورة بعض الحاضرين لفعاليات رفع العلم الوطني في ولاية نواكشوط الشمالية من مواطنين جاءوا من كل حدب وصوب للمشاركة في هذه اللحظة التاريخية التي تسجل من خلالها ولاية نواكشوط الشمالية حضورها في هذا اليوم الاستثنائي وفي هذا الحدث الاستثنائي المتمثل بتقليد ذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني الذي كنا قد شاهدنا أيضا خطاب رئيس الجمهورية سيد محمد الشيخ الغزواني الذي وجهه للأمة بمناسبة الذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني. هذا الخطاب الذي أيضا حمل الكثير ربما بالنسبة للمواطن فيما يتعلق بطبيعة الحال بحديث الرئيس الموريتاني عن أو تأكيد الرئيس الموريتاني على أنه في الأيام المقبلة سيكون هناك حوار وطني شامل وجامع لمختلف الطيف السياسي والاجتماعي الموريتاني كما وعد في برنامجه الانتخابي. وأيضا تحدث رئيس الجمهورية عن زيادة في رواتب الجيش، كما تحدث أيضا
عن إصلاح في المنظومة الصحية والمنظومة التربوية التي تحدث فيها عن ترسيخ المدرسة الجمهورية والعمل الدؤوب على إرساء دعائم هذه المدرسة الجمهورية لتكون رداء تعليميا شاملا لمختلف مكونات الشعب الموريتاني. رئيس الجمهورية في الخطاب الذي وجهه للأمة أيضا هنأ الشعب الموريتاني بمناسبة الذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني، مخلدا بذلك الملحمة الوطنية التي سطرها أبناء هذا الوطن في إطار طبعا تضحياتهم بدمائهم الزكية لتحقيق الاستقلال ولتحقيق الحرية والانعتاق لهذا الوطن الغالي. حديث أيضا الرئيس الموريتاني عن الحوار الوطني ربما كان مرتقبا من الشارع السياسي الموريتاني الذي كان ينتظر تأكيدا من الرئيس الموريتاني على تنظيم هذا الحوار الوطني في أقرب الأجال، وهو ما أكده رئيس الجمهورية في إطار خطابه الذي وجهه للأمة بمناسبة الذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني. أيضا استحداث صندوق لسكن المدرسين وتخصيص منزل داري للمدرسين، هذا أيضا ربما خطوة بالنسبة للشعب الموريتاني منتظرة ومرتقبة في هذا الحدث الاستثنائي وهو ذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني، وأيضا مهمة بالنسبة للمدرس الموريتاني الذي تشكل بالنسبة له مساهمة كبيرة في طبعا تحقيق واقع معيشي والنهوض بالواقع المعيشي للمدرس الموريتاني للإسهام معه في رسالته هذه الرسالة التعليمية الخالدة التي يجسدها المدرس الموريتاني والمعلم الموريتاني. إذن نتابع على الشاشة، على شاشة قناة الساحل، هذه الصور التي تترى على مرأى المشاهد مشاهد قناة الساحل، هذه الصور المتعلقة بفعاليات الاحتفاء بذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني في ولاية نواكشوط الشمالية في إطار رصدنا الحي والمباشر لهذه الفعاليات، وفي إطار تغطيتنا لهذا الحدث المهم من ولاية نواكشوط الشمالية، كما سنكون أيضا في تغطية حية ومباشرة لبقية ولايات نواكشوط إن شاء الله مع بقية طاقم قناة الساحل. طبعا هذا الطاقم الذي سيقرب الصورة أكثر وأكثر من المشاهد الكريم وأيضا يضعه في الصورة الحقيقية لذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني ومختلف المشاهد المتعلقة بمظاهر الاحتفال بذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني. ولاية نواكشوط الشمالية تلبس حلة الاستقلال الوطني في ذكراها 64 وتتزين بالأعلام الوطنية كما تشاهدون على قناة الساحل. طبعا الصورة شاملة لولاية نواكشوط الشمالية في إطار تغطيتنا الحية والمباشرة. الصورة أيضا تتحدث عن مدى يعني توافد المواطنين في ولاية نواكشوط الشمالية من كل حدب وصوب والخروج للاحتفال بذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني. هذا الخروج الذي تجسده هذه الصورة الحية التي تنقلها قناة الساحل من قلب المشهد مع الزميل محمد لمين الموجود أيضا هناك لرصد الحدث أولا بأول. كما تشاهدون ولاية نواكشوط الشمالية تسجل من خلال قناة الساحل حضورها المشرف في إطار استحضار الذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني. المواطنون يخرجون في ولاية نواكشوط الشمالية للاحتفال بهذه الذكرى وللتعبير عن سعادتهم بهذه الذكرى التي تستعيد فيها موريتانيا أمجادها والتاريخية وأمجاد أجدادها الأبطال الذين سطروا مسيرة حافلة من العطاء والتضحية في سبيل الوطن من خلال تحقيق الاستقلال في 28 نوفمبر من عام 60 900 و1000. هذه الذكرى المسجلة بحبر من ذهب
في ذاكرتنا جميعا هذه الذكرى التي تمثل حدثا بارزا بالنسبة لنا جميعا، هذه الذكرى التي تعبر عن ميلاد جديد لهذا الوطن الغالي من خلال التضحيات الكبيرة التي بذلها أبناء الوطن وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل تحقيق هذا الاستقلال الذي نعيش ذكراه 64 اليوم عبر شاشة قناة الساحل التي نحاول دائما من خلالها أن نجعل الصورة أقرب إليكم أينما كنتم مشاهدين الكرام. طبعا كما أشرت سالفا هذه ذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني، كنت قد أشرت إلى خطاب الرئيس الموريتاني الذي مثل ربما أيضا حيزا كبيرا من اهتمام الشارع الموريتاني الذي كان يترقب ما الذي سيحمله هذا الخطاب الرئاسي للشعب الموريتاني في ذكراه 64 لعيد استقلاله الوطني. أيضا ينتظر أن تكون هناك توشيحات ربما يتصدر المحالون للتقاعد هذه التوشيحات من طرف رئيس الجمهورية في الذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني. أيضا في خطاب الرئيس الموريتاني الموجه للأمة تحدث الرئيس الموريتاني محمد الشيخ الغزواني عن توفير 125 ألف فرصة عمل مباشرة و 268 ألف فرصة عمل غير مباشرة. أيضا تحدث عن قرار بزيادة رواتب الجنود والوكلاء وضباط الصف، وهذا يمثل أيضا شيئا مهما بالنسبة لطبعا الجنود والوكلاء وضباط الصف، ويساهم بشكل أو بآخر في تحسين الواقع المعيشي للجندي الموريتاني الذي يقف درعا حاميا لهذا الوطن. وبهذه المناسبة أيضا نوجه تحية إجلال وإكبار للجيش الموريتاني الذي يجسد الدرع الواقي لهذا الوطن ويجسد صمام الأمان لهذا الوطن الغالي، وأيضا يجسد على أرضية الواقع هذه المهمة المقدسة في حماية هذه الحوزة الترابية. نوجه تحية إجلال وإكبار لكل عناصر الجيش الموريتاني، للمؤسسة العسكرية الموريتانية التي تشكل وسام شرف بالنسبة لكل الموريتانيين في ذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني. ترون أيضا على الصورة جزء آخر من المشهد يتمثل في حضور الأطفال وفي حملهم لهذه الأعلام الوطنية بهذه المناسبة العظيمة، وفي وضعهم لهذه القبعات التي طبعا يوجد عليها العلم الوطني. هذه الصورة ربما تتحدث عن ارتباط هذا الجيل من أبنائنا بأرضه بوطنه. إذن طبعا نستمع. كما تشاهدون الأطفال في الذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني يشكلون جزءا من اللوحة السريالية التي يرسمها الوطن في تمجيد ذكراه 64 لعيد الاستقلال الوطني، وأيضا يشكلون وجها ناصعا من هذه الصورة الجميلة التي يعكسها الوطن صباح اليوم عبر الاحتفال بالذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني، بعد طبعا فعاليات رفع العلم الوطني في مختلف ولايات نواكشوط. أيضا كما تشاهدون على الصورة أيضا هذا الصف يعني من مختلف عناصر قوات الأمن والقوات الوطنية
طبعا التي جاءت بكل تشكيلاتها، أيضا هناك في نواكشوط الشمالية لتكون جزءا من الصورة الوطنية التي تعكس هذا البعد التاريخي المتمثل في استحضار الذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني، وتجسد طبعا حب هذا الوطن الذي يسكن جميع المواطنين الموريتانيين، وأيضا يوجد في قلوب جميع المواطنين الموريتانيين الذين يلثمون هذه الأرض ويرتبطون بها كابرا عن كابر. قناة الساحل عبر نقل حي ومباشر لمختلف فعاليات الاحتفال بذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني دائما معكم في إطار تقريب الصورة منكم وفي إطار نقل الحدث بكل تفاصيله وبكل محطاته وبكل فعالياته عبر أطقمها الصحفية المتواجدة في مختلف النقاط من العاصمة نواكشوط، لتكون الصورة أقرب إلى المشاهد الكريم. طبعا دائما كما ترون يعني تلويح بالأعلام الوطنية من طرف هؤلاء الأطفال الذين طبعا يجسدون أيضا بصورتهم التقليدية هذه، يجسدون ربما وجها تراثيا آخر ووجها جماليا آخر لهذا الوطن الذي ارتبط أبناؤه بهذا الزي التقليدي منذ ميلاد هذا الوطن. بطبيعة الحال التلويح بالأعلام الوطنية تحت خيمة تمثل رمزا أيضا تراثيا آخر من الرموز التراثية التي يستحضرها الشعب الموريتاني وهو يعيش أفراح استقلاله، طبعا تجسدها الخيمة الموريتانية التي ربما أيضا تعكس صورة أخرى للوحدة الوطنية، حيث يمكن قراءتها بشكل أو بآخر بأنها الخيمة التي تجمع مختلف مكونات الطيف الشعبوي الموريتاني والطيف الاجتماعي الموريتاني ومختلف مكونات الشعب الموريتاني تحت خيمة واحدة. ربما هذه الخيمة تقوم على ركيزة أساسية هي حب الوطن والانتماء لهذه الأرض والاحتفاء بكل ما من شأنه تمجيد بطولات أبناء الوطن الذين سطروا ملاحم تاريخية في صنع استقلال موريتانيا في 28 من نوفمبر من عام 1901. تلك الملاحم التي لا تزال طبعا خالدة في أذهان الشعب الموريتاني ويتوارثها جيلا عن جيل. نحن اليوم نعيش على وقع تلك الأمجاد، ونحن اليوم نحتفي بتلك الأمجاد، ونحن اليوم سعداء أيضا بهذه المناسبة العظيمة التي من كل عام نستحضر فيها حرية وانعتاق هذه الأرض الغالية وهذا الوطن الحبيب. إذن من جديد نعود لمواصلة هذه التغطية الحية والمباشرة في ذكرى 64 لعيد الاستقلال المجيد. من نواكشوط الشمالية أيضا نعود إلى تلك الولاية الجميلة التي تلتحف الأعلام الوطنية وتتزين بألوان الوطن في هذا الصباح الجميل، هذا الصباح الذي نتنسم فيه عبق الحرية والانعتاق. نعود طبعا نبقى مع ميكروفون قناة الساحل وعدسة قناة الساحل التي رصدت بعض آراء المواطنين هناك في ولاية نواكشوط الشمالية حول فعاليات الاحتفال بذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني.
إذن سنبقى مع بعض آراء المواطنين، الآراء التي رصدها الزملاء هناك في ولاية نواكشوط الشمالية لبعض المواطنين خلال طبعا فعالية رفع العلم الوطني هذا الصباح. طبعا سنبقى مع آراء المواطنين ونستمع إلى يعني آراء المواطنين حول هذه الفعاليات وحول كيفية الاحتفال هذا العام بالذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني في ولاية نواكشوط الشمالية. الله يباركم علينا وعلى المسلمين ان شاء الله اجمعين، ان شاء الله يعودوا علينا دار من عند دار يا مولانا، ان شاء الله يباركوا على المسلمين اجمعين. زين ما شاء الله. ما عنديش نقول. سلام عليكم. خلينا ندخلوا دور الشغلة. تكوين المهني. كما تشاهدون الزميل محمد لمين في نقل حي ومباشر يرصد كل صغيرة وكبيرة تتعلق بفعاليات الاحتفال بذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني عبر طبعا هذا التواجد الكبير للمواطنين هناك في ولاية نواكشوط الشمالية. هذا طبعا الحضور الكبير للمواطنين في ولاية نواكشوط الشمالية للمشاركة في فعاليات الاحتفال بذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني، حضور يعكس اهتمام الشارع الموريتاني بمثل هذه المناسبات الوطنية الكبيرة وعلى رأسها طبعا ذكرى الاستقلال الوطني، وحضور أيضا يجسد بأن مختلف يعني مكونات الشعب الموريتاني من مختلف أيضا الأعمار والفئات مهتمة جدا بكل ما يتعلق بهذا الوطن الغالي وبهذه الأرض الحبيبة التي يرفع علمها الوطني خفاقا في سماء الوطن هذا الصباح إعلانا ببدء فعاليات الاحتفاء بالذكرى 64 لعيد استقلالها المجيد الذي من خلاله سطرت ملاحمها البطولية ومن خلاله حققت حريتها وانعتاقها وتنسمت عبق الاستقلال الذي نعيش اليوم ذكراه 64. محمد لمين ربما معي الآن من ولاية نواكشوط الشمالية، هل تسمعني محمد لمين؟ نعم أسمعك أحسن، كيف الحال؟ هل تسمعني محمد لمين؟ أسمعك بشكل جيد زميلي الحسن، كيف الحال؟ محمد لمين من خلال الصورة التي ننقلها طبعا عبر وجودك في ولاية نواكشوط الشمالية، الصورة من ورائك تتحدث، مختلف مكونات الشعب الموريتاني حاضرة وبكل الأعمار هناك في ولاية نواكشوط الشمالية لفعالية رفع العلم الوطني للاحتفاء بذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني. محمد لمين يعني إلى أي حد لمست وأنت توجد في ولاية نواكشوط الشمالية لمست يعني الاهتمام الكبير للساكنة هناك بهذه الفعاليات المهمة التي نعيش على وقعها اليوم؟ طبعا الزميل الأحسن منذ وصولنا إلى عين المكان هنا ونحن حاضرون استقبلتنا أناشيد الاستقلال الوطني وكذلك النشيد الوطني منذ لحظات رفع العلم الوطني، ولا أدل على ذلك أن سوق ساكنة مقاطعة جنون استيقظوا بشكل مبكر من أجل حضور فعاليات رفع العلم الوطني. طبعا كما قلت الصورة من خلفي تتحدث وهي التي تحمل في طياتها الكثير من الاهتمام والحب للوطن. طبعا بشكل مباشر هذه اللحظات الحاضرون يحتفلون بعيد الاستقلال الوطني.
طبعا وايضا الصوت خلفك ربما يشكل جزء اخر من اهتمام الاطفال بالثقافه ربما الوطنيه وكل ما ربما يحيل الى تلك الثقافه الجماهيري تكمن المعجزات يكررها احدهم مراك من الظلم تولد الحريات على اي حال هذه الحريات ولدت اليوم عبر استحضارنا لذكرى الرابعه وستين عيد الاستقلال الوطني هذه الحريات تجسدت بفعل ايضا التضحيات القويه لأبناء طبعاً. هذا الوطن والتضحية بدمائهم الزكية في سبيل تحقيق الاستقلال الذي نعيش اليوم ذكراه 64 محمد لمين. إذن التغطية حية ومباشرة يحملون الأعلام الوطنية من كل جانب الصغار والكبار النساء والشيوخ الجميع أتى إلى هنا من أجل الاحتفال بعيد الاستقلال الوطني الذي يمثل إليه ويذكره بتضحيات كبيرة بذلتها المقاومة الموريتانية قبل من أجل الاستقلال عفوا. طبعا هذا الحفل تخللته هذه الصور البديعة التي تشاهدونها أمامكم من استعراضات للأطفال من مسرحيات من أناشيد من معلومات قيمة وكلها جاءت احتفالا بذكرى عيد الاستقلال الوطني. طبعا أمامي على الصورة مباشرة الحضور الكبير الذي تشاهدون الجميع يرفع العلم الوطني محتفلا بذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني. ساكنة تجنين وعلى غير المعهود جاءوا اليوم بكل في الساعات الأولى من صباح اليوم استيقظوا جميعا من أجل حضور هذا الاحتفال. طبعا بالطبع بالتوازي مع هذا الحفل الذي يقام هنا تقام ايضا حفلات في المؤسسات التعليميه والمؤسسات الاداريه جميعها التي اكتست هنا في هذه المقاطعه بالعلم الوطني احتفاء واحتفالا بعيد الاستقلال المجيد. طبعا كل الحاضرين هنا اكثريتهم من الاطفال وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الاهتمام الكبير الذي يوليه الأطفال بعيد الاستقلال الوطني وإيمانهم الكبير بالحرية وباستقلال الوطن الذي جاء بعد تضحيات كبيرة نستذكرها في كل عام في 28 من شهر نوفمبر تحتفل كما تعلمون بلادنا بعيد الاستقلال المجيد وهذا يعيد لذاكرتنا تضحيات المقاومة الموريتانية وبطولاتها وأمجادها سواء كانت مقاومة عسكرية ثقافية دينية اجتماعية تعددت أنواع هذه المقاومة. جميل محمد رمين. إذن محمد رمين إذن على الصورة نشاهد أيضا بعض من هذه الفعاليات ربما مسابقات مقامة للأطفال خصيصا بمناسبة الاحتفال بذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني في ولاية نواكشوط الشمالية. ربما هذه مسابقة أيضا يعني تقليدية ومعروفة من المسابقات المعروفة تقليديا تقام للأطفال وتستحضر اليوم في ذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني في ولاية نواكشوط الشمالية. طبعا بهذا الحضور المتميز طبعاً الذي جسدته الولاية لمعرفة الفائز بهذه المسابقة نتمنى أن تبقوا معنا لمعرفة الفائز بهذه المسابقة الجميلة التقليدية التي تقام عادة في المدارس والمنشآت التعليمية في كل ذكرى لعيد الاستقلال الوطني. طبعا ستنطلق هذه المسابقة التي يخوضها هؤلاء الصغار بعد لحظات من أجل معرفة من سيفوز. طبعا هذه مسابقة تقليدية معروفة حيث يضع الأطفال أمامكم أكياس من الخنشة يدخلون في أكياس من الخنشة تعيق حركتهم ثم يتسابقون لمعرفة من منهم سوف يصل أولا. طبعا نتابع على الصورة هذه اللحظات سوف تعطى إشارة انطلاقة هذه المسابقة الجميلة التي نترقبها ونترقبها بكل اهتمام لمعرفة أي هؤلاء الأطفال سوف يفوز بهذه المسابقة. طبعا هذا كله من مظاهر الفرح المعتادة والاحتفال الذي يشارك فيه الصغير والكبير في ذكرى عيد الاستقلال الوطني. هذه اللحظات يستعدون لإعطاء إشارة الانطلاق لمعرفة من سيفوز بهذه المسابقة. نترككم مع هذه الصورة الجميلة صديقي. هذه اللحظات تنطلق المسابقة الآن.
طبعا هذا هو الفائز، حق الله جيب لي الطفل الفائز. طبعا هذا هو هذه هي المسابقة، طبعا يفوز أحد هؤلاء الأطفال. أعتقد نحاول الآن أن نتواصل مع هذا الطفل حتى نحضره لكم زميلي، ونسأله عن شعوره بعد الفوز بهذه المسابقة. طبعا مرحبا. مرحبا. شنو شعورك بعد الفوز بالمسابقة؟ أنا ما تعرف مراك، حاسس انك فخور انك فزت بالمسابقة. ايش يمثل لك الاستقلال؟ الاستقلال ايش يمثل لك؟ ايش زين عندك بالاستقلال؟ ركب راسك، ركب راسك. الاستقلال ايش زين عندك بالاستقلال؟ ايش زين عندك بالاستقلال؟ لاحظك طبعا هذا الشبل هو الذي فاز قبل قليل بهذه المسابقة، نبارك له. طبعا تتواصل فعاليات ومسابقات أمامنا الآن، مسابقة أخرى. هذه اللحظات على الصورة. طبعا اعتقد هذه المسابقه للفتيات فقط، حيث تشارك فيها الفتيات. كانت هناك مسابقه للرجال شاهدتموها قبل قليل او للاولاد، وهذه اللحظات مسابقه اخرى للفتيات الذين يرتدون الزي المدرسي الموحد الذي اعلن في هذا العام الدراسي. طبعا هذه اللحظات ننطلق هذه المسابقة الأخرى زميلي، وهي مسابقة كما ذكرت للفتيات. كل هذه المسابقات تقام عادة في إذن. طبعا كنا مع الزميل محمد الأمين من ولاية نواكشوط الشمالية، وكنا في نقل حي ومباشر لبعض الفعاليات المقامة في هذه الولاية احتفالا بذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني، والتي منها هذه المسابقات التي تقام للأطفال هناك احتفاء بذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني. شاهدنا إحدى المسابقات قبل قليل، والآن تنطلق أيضا مسابقة أخرى ربما خاصة بالفتيات. أعود إلى الزميل محمد الأمين لطبعا يعني وضعنا في الصورة الحقيقية لهذه الفعاليات المقامة هناك. محمد الأمين، محمد الأمين معك الخط. إذن نشاهد على الصورة الآن ستنطلق هذه المسابقة، ربما تعرف تقليديا بأم كميل على ما أعتقد، وهي خاصة الآن تقام يعني تخصص للفتيات هناك في ولاية نواكشوط الشمالية في إطار الفعاليات الاحتفاء بالذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني. طبعا أذكر بأن التغطية الشاملة، إذن التغطية الشاملة من قناة الساحل لمختلف فعاليات الاحتفال بذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني في مختلف نقاط العاصمة. الآن سننتقل إلى مقاطعة دار النعيم، هناك حيث تبدأ فعاليات رفع العلم الوطني. طبعا ننقل الصورة من هناك بشكل مباشر، فعاليات رفع العلم الوطني من مقاطعة دار النعيم، والزملاء أيضا هناك لمرافقتنا بكل جديد يتعلق بفعاليات الاحتفال بذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني هناك. فعاليات رفع العلم الوطني الآن تبدأ هذه الفعاليات. على الصورة حضور كبير لمختلف المكونات الساكنة في مقاطعة دار النعيم، وأيضا ربما
يعني السلطات الإدارية والأمنية الحاضرة أيضا لفعالية رفع العلم الوطني احتفالا بالذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني. هذه الفعاليات التي ستشاهدونها أولا بأول على شاشتكم المفضلة على قناة الساحل التي حريصة دائما على أن تكون الأقرب إلى مشاهدها الكريم، وخاصة في هذا اليوم الاستثنائي، في هذا الظرف الاستثنائي الذي تستحضر فيه موريتانيا الذكرى 64 لعيدها، لعيد الاستقلال الوطني. إذن فعاليات رفع العلم الوطني من مقاطعة دار النعيم نتابعها مباشرة على شاشة قناة الساحل. من هناك الصورة تتحدث عن طبيعة الحضور الأمني لمختلف التشكيلات الأمنية من قوات الأمن الوطني وأيضا السلطات الإدارية، أيضا مختلف مكونات الشعب والساكنة في مقاطعة دار النعيم الذين جاءوا خصيصا لمشاطرة طبعا لمشاطرة الوطن هذه اللحظة التاريخية بالاحتفال بذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني، وللتعبير عن فرحتهم وسعادتهم بهذا الحدث الكبير الذي يعني تعانق فيه موريتانيا تاريخها المشرف، وأيضا تكون فيه صفحات التاريخ ناصعة أمام الجميع لتتحدث عن ملاحم بطولية سطرها الأجداد في إطار تحقيق الحرية والانعتاق لهذا الوطن الغالي في 28 من عام من نوفمبر من عام 1900. اليوم وفي هذا الصباح الجميل تلبس الأرض هنا في موريتانيا حلتها الخضراء التي يزينها هلال ونجمة، وأيضا يزينها شريط أحمر يعبر عن الدماء الزكية التي بذلها أبناء الوطن في إطار تحقيق استقلالهم وفي إطار تجسيد حريتهم وانعتاقهم. تشاهدون على الصورة الآن فعاليات رفع العلم الوطني في مقاطعة دار النعيم، وأيضا الحفل الرسمي المقام هناك بمناسبة الفعاليات الخاصة برفع العلم الوطني في مقاطعة دار النعيم. تشاهدون أيضا الحضور الكبير الذي يعبر عن اهتمام الساكنة هناك أيضا بهذا الحدث الاستثنائي الذي ربما لا يزورنا إلا كل يعني مرة من كل عام، ولذلك كل الموريتانيين حريصون على أن يكون على استحضار هذا الحدث وعلى طبعا أن يعيشوا وقائع الاحتفال والاحتفاء به في مختلف بقاع هذا الوطن الغالي. الآن ستبدأ فعاليات رفع العلم الوطني على مستوى مقاطعة دار النعيم. أحاول أيضا أن أربط الاتصال بزميل أحمد مستحمد الموجود هناك في مقاطعة دار النعيم لمغافاتكم بكل جديد يتعلق بفعاليات الاحتفال بذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني. إذا كان أحمدنا جاهزا نربط به الاتصال لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذه الفعاليات المقامة هناك في مقاطعة دار النعيم، المقاطعة التي أيضا تسجل حضورها المشرف وأيضا تشكل ربما جزءا من اللوحة السريالية لهذا الوطن الغالي. هذه اللوحة التي تتشكل هذا الصباح عبر منحنيات خالدة في أذهان الموريتانيين تجسد حيزهم الترابي وتجسد ربما هذه الجغرافيا الجميلة التي تركها الأجداد لأبنائهم وأبناء أبنائهم، وتجسد أيضا تلك البطولات المسطرة بماء من ذهب في صفحات التاريخ الموريتاني المشرقة. هذه الصفحات التي سجلت أحداثا خالدة وستظل خالدة وكانت مشعلا للحرية والانعتاق ستتوارثه الأجيال جيلا بعد جيل. فعاليات رفع العلم الوطني في مقاطعة دار النعيم تتواصل على شاشة قناة الساحل، ويتواصل النقل الحي والمباشر لها أولا بأول مع الزملاء هناك
ومع الزميل أحمد نائب السيد أحمد الموجود أيضاً لتقريب الصورة لمشاهد قناة الساحل وأيضاً لوضعنا في المشهد الحقيقي، هذا المشهد الذي نراه على المرأة الآن، وهو ربما أيضاً يتشكل من خلال هذه اللوحة الجميلة المتمثلة في حضور المواطنين وساكنة مقاطعة دار النعيم لهذه الفعاليات المخلدة لذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني، ويتشكل أيضا من هذه الصورة الجميلة لقواتنا، قوات أمننا الوطني الحاضرة هي الأخرى في مقاطعة دار النعيم للحضور لفعاليات رفع العلم الوطني، وأيضا الخيم التي نصبت هناك في مقاطعة دار النعيم للحفل الرسمي المقام خصيصا بمناسبة انطلاق فعاليات رفع العلم الوطني في تلك المقاطعة الجميلة وفي تلك المقاطعة التي تعبر ساكنتها اليوم وتعبر أرضها أيضا عن حضورها لهذه اللحظة الاستثنائية التاريخية من خلال الاحتفاء والاحتفال بذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني، وتثبت أيضا بهذا الحضور الجميل وبهذه اللوحة الرائعة التي تتشكل أمامكم على شاشة قناة الساحل تجسد فعلا هذه الصورة حقيقة ربما حقيقة بلادي، وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام والوطن حد تأملوا هو نمو في حياته لقد تجبر حد دملوا ومش يرضع جداته. نحن أيضا اليوم نعيش جزء من تلك الصورة الوطنية عبر شاشة قناة الساحل، ونحن نشاهد هذا النقل الحي والمباشر لفعاليات رفع العلم الوطني في مقاطعة دار النعيم بحضور السلطات الإدارية والأمنية وبحضور مختلف التشكيلات الشعبية هناك ومختلف أيضا مكونات الساكنة هناك في مقاطعة دار النعيم الذين كانوا حريصين على أن يشاطروا موريتانيا هذه اللحظة التاريخية وهي تلبس رداءها الوطني وتتزين بحلة استقلالها في الذكرى 64 لعيد الاستقلال المجيد. أذكر أيضا مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الساحل بأن هذه التغطية الحية والمباشرة تشاهدونها على شاشة قناة الساحل وعلى الصفحة الخاصة بقناة الساحل على الفيسبوك، وأيضا على موقع قناة الساحل على اليوتيوب أيضا تشاهدون النقل الحي والمباشر لكل الفعاليات المخلدة لذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني. هذه الفعاليات التي فتح الموريتانيون أعينهم هذا الصباح على بدئها وعلى انطلاقتها رسميا، وأيضا نحن نحاول أن نكون جزءا من هذه الصورة، ونحن نطلق أطقمنا الصحفية في مختلف نقاط العاصمة نواكشوط لنجمع الصورة بشكل شامل وجامع للمشاهد الكريم ولنجعله أمام المشهد الحقيقي لموريتانيا وهي تحتفي بذكرى عيد استقلالها 64. طبعا كما ذكرت الآن نحن في مقاطعة دار النعيم تشاهدون الصور من هناك، هذه الصور التي تعكس ارتباط الساكنة في مقاطعة دار النعيم بكل ما يتعلق بأمجاد الوطن، هذا الارتباط الذي عبروا عنه من خلال خروجهم هذا الصباح يتقاطرون من كل حدب وصوب للمشاركة في فعاليات رفع العلم الوطني في تلك المقاطعة الجميلة، والصفوف ترتص هناك كما تشاهدونها على الشاشة، طبعا الساق بالساق والمنكب بالمنكب في لوحة موحدة تجسد الوحدة الوطنية التي ينعم بها هذا الوطن الغالي وتشكل حقيقة التآزر والتعاضد والتماسك بين مختلف مكونات الشعب الموريتاني في مثل هذه المناسبات العظيمة. Yeah.
كتاب خذ كتبي أنا زين حال الشباب راح يا الشعب امرح اشعل النيران بنوفمبر يشرح الاخلاق في الاوان اطلب لك للمليك ربك ذا الحنان الابطال تبدي فسيح الجبال شاهد بدء حضور السلطات الإدارية ممثلة في الوالية طبعا وفي بدأت الآن السلطات الإدارية والحاكم أيضا حاكم مقاطعة دار النعيم وبقية أعضاء السلطات الإدارية الأمنية الذين جاءوا خصيصا لمشاطرة ساكنة الولاية هناك. هذه اللحظة التاريخية المتمثلة في فعاليات رفع العلم الوطني. هذا يعني رفع العلم الوطني هذا الحدث الكبير نشاهد الآن السلطات الإدارية والأمنية التي جاءت خصيصا لمشاطرة ساكنة الولاية. هذه اللحظة الاستثنائية في تاريخ موريتانيا وهي طبعا تعيش على وقع أفراح ذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني. أيضا حضور كبير لساكنة الولاية كما ترون على الشاشة الآن على شاشة قناة الساحل. هذا الحضور الكبير الذي يجسد أيضا مدى الاهتمام بمثل هذه المناسبات الوطنية العظيمة المتمثلة في استحضار عيد استقلال موريتانيا. طبعا يمثل أيضا روح الوطنية التي تسكن مختلف مكونات الشعب الموريتاني الحريص على أن يكون طبعا موجود في كل ما يتعلق بالوطن وفي كل ما يتعلق بالأحداث الوطنية الكبرى وعلى رأسها عيد الاستقلال الوطني المجيد. الأعلام الوطنية ترفرف في سماء مقاطعة دار النعيم التي تعيش على وقع فعاليات رفع العلم الوطني احتفاء بذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني. كنا في نقل حي ومباشر وما زال هذا النقل متواصلا على شاشة قناة الساحل من مقاطعة دار النعيم بعد حضور السلطات الإدارية والأمنية لفعاليات رفع العلم الوطني. كما تشاهدون الآن بعد قليل ستبدأ هذه الفعاليات رسميا برفع العلم الوطني. هذا العلم الذي يرمز للأمجاد الوطنية. هذا العلم الذي يختزل تاريخا عريضا للشعب الموريتاني. هذا العلم أيضا الذي يعكس صورة ملحمية بطولات المقاومة ضد المستعمر بطولات صناعة الأمجاد التاريخية. هذا العلم الذي يعكس أيضا صورة أخرى تتمثل في تحقيق الذات الوطنية وفي أيضا
تحقيق الحرية والانعتاق من رقة الاستعمار التي ربما حكمت هذه الأرض ردحا طويلا من الزمن قبل أن يتحقق الاستقلال على يد أبنائنا الغري الميامين الذين صنعوا أمجادنا بملاحمة بطولية خالدة والذين قدموا دماءهم الزكية فداء لهذه الأرض الغالية وقدموا أرواحهم العطرة بالشهادة وبعطر الشهادة قدموها فداء لهذه الأرض الحبيبة وجسدوا حرية وانعتاق هذا الوطن الغالي في 28 نوفمبر حيث ولدت موريتانيا حرة وبقيت حرة وأبية. فعالية رفع العلم الوطني من مقاطعة دار النعيم مباشرة تشاهدونها على الشاشة. الآن رفع العلم الوطني في مقاطعة دار النعيم وليصل إلى ذروته حيث نراه الآن خفاقا في سماء مقاطعة دار النعيم ليعبر عن أمجاد هذا الوطن الغالي وليعبر عن مدى تمسك الشعب الموريتاني بأرضه الحبيبة وعن مدى تمسكه بتاريخه الناصع والمشرف في مقاومة المستعمر وفي تحقيق استقلاله وفي تحقيق حريته وانعتاقه. إذن مشاهدينا الكرام كنا في تغطية حية ومباشرة على شاشة قناة الساحل لفعاليات الاحتفال بذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني. طبعا هذه التغطية التي استطعنا من خلالها نقرب الصورة أكثر منكم في هذا الحدث الاستثنائي وفي هذا اليوم الاستثنائي عبر أطقم من الصحفية المتواجدة في مختلف نقاط العاصمة. إلى هنا نصل إلى نهاية هذه التغطية الخاصة بفعاليات رفع العلم الوطني احتفاء بذكرى 64 لعيد الاستقلال الوطني. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة وإلى اللقاء.